مرحبا بكم في صحة ماك. كما كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال. وإذا تابعتونا اليوم راكم رايحين تعرفوا وشنو هي أسباب صلع الشعر. في رأيكم صلع الشعر ولا تفرطيس كما يقولوا بالعامية يصيب الرجل أكثر من المرأة؟ هذا شيء صحيح. يطيح الشعر تدريجيا وفي الغالب ما يزيدش ينوض، ونسبة الصلع تجي عند الرجل أكثر من المرأة. لاكالفيسي تجي نتيجة عدة أسباب، منها التقدم في السن، العوامل الوراثية، الحمل، فقدان الوزن بشكل سريع، سن اليأس عند المرأة، والإصابة بسرطان والعلاج باستخدام العلاجات الكيميائية. يمكن إيقاف هذه العملية عن طريق معالجة فقر الدم، معالجة الغدة الدرقية، ومعالجة حالات الضغط النفسي. كاين عدة علاجات باش تمنعوا الصلع. من بين هذه العلاجات كاين أدوية. هذه الأدوية توسع الأوعية الدموية وتزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس، وهذا يغذي بصيلات الشعر ويمنع التساقط تاعه. وكاين ما يسمى زرع الشعر. هذه العملية تتم بنقل الشعر من منطقة من الجسم إلى فروة الرأس، وبعد حوالي 3 أشهر من الزرع يبدأ الشعر ينمو بطريقة سليمة في مكان جديد. إن شاء الله نكونوا فدناكم. تقدروا تعودوا تشوفونا على انترنت، فيسبوك ولا يوتيوب. نبقى لكم نقول لكم تهلاو في صحتكم، بقوا على خير.